يا هلا وسهلا فيكم جميعا. طبعا قبل لا نبدا في خلال هذه الساعتين نحكي فيها كثير من الامور، خلينا كذا نطلع مع بعض ونشوف هذا الخبر المفرح. واكيد الشعب السعودي من ابناء وبنات كانوا مبسوطين بهذا الخبر بعد ما طمن سمو ولي العهد الجميع على صحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، واعرب عن تقديره لكل من سال عن خادم الحرمين الشريفين، وايضا اطمن على صحته الله يحفظه لنا. طبعا خلينا نطلع نشوف مع بعض كذا فيديو قصير من بعد نرجع. يوم في يوم من الأيام لأن أكون مكرماً، إن الإنسان عندما يتولى المسؤولية فهو يعمل واجباً عليه. أشعر بالمسؤولية، أشعر بثقل حمل الثقة، وأحاسب على خطواتي أكثر حتى أكون إن شاء الله من حسن ثقتكم. نسألك يا الرب الكريم تحفظ لنا عروفك، يا الله يا الفرد الصمد، يا اللي لك العالم سجد. نسألك يا الرب الكريم تحفظ. هذا إهداء بسيط يعبر عن محبتنا
وفرحتنا كمان بطبعا خادم الحرمين الشريفين أبونا والدنا وقائدنا الملك سلمان، وأكيد كثير مبسوطين بهذا الخبر السعيد ونتمنى له تمام الشفاء والله يديمه لنا بكامل صحته بإذن واحد أحد. الله يحفظه ويطول عمره ويديمه لنا وللأمة الإسلامية. يعني يمكن شفنا في بداية المقطع أيضا يعني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان كان يقول أنا أشعر بمسؤولية بعبء على عاتقي. فعلا يعني هو مو فقط مسؤول عن شعبه في المملكة العربية السعودية، لا أيضا عن الحرمين الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورة وخدمة ضيوف الرحمن. الله يطول في عمره ويمده بالصحة والعافية أبونا جميعا، وفعلا كان الكليب والكلمات جدا مؤثرة. يعني نقول ألف الحمد لله على سلامته، إن شاء الله ما نشوف فيه مكروه يا رب إن شاء الله. عموما مواضيعنا كثير، إذا خلينا نطلع مع بعض ونشوف إيش عندنا من موضوعات اليوم. لماذا يزيد وزن الرجال بعد الزواج وكيف تستعيد المرأة رشاقتها بعد الولادة؟ أيضا راح نناقش أسرار إدارة الخلافات في العلاقات العاطفية وأهمها التوقف عن اللوم. لحمية العين أسبابها وأضرارها وأبرز طرق الوقاية. معرض عطور الشرق في محطته الدولية الأولى في الرياض. طبعاً وكالعادة مع كل مؤتمر أو فعالية مهمة وكبيرة تصير نشوف جهود وزارة الإعلام في تنظيم واحة الإعلام بهدف توفير مساحة مخصصة وملائمة لوسائل الإعلام المحليين والدوليين. مواكبة الأعمال مؤتمر المستقبل الطيران نظمت وزارة الإعلام النسخة السابعة من واحة الإعلام في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة الرياض. الحلو أنه هذا المؤتمر تحتوي واحة الإعلام على أربع مناطق، هي منطقة الحفاوة السعودية وواحة الراحة ومعرض وكمان منطقة التصوير الفوري. حقيقة أنا مبسوطة كثير على واحة الإعلام وتنقلها في كل الإيفنتات أو المعارض المهمة. شفنا مثلا مشاركتها في الهند، مشاركتها اليوم، ونتكلم عن هذا عن دور الإعلام تحديدا. قبل كذا كنا نتكلم عن الدور الأساسي اللي هي تقوم به حتى توري العالم أجمع إيش عندنا من مثلا إمكانيات، من رسائل، من مناطق سياحية، من يعني تعرفي في الآخر هي وجه صح. وهذه الوجهة هي اللي تدي الانعكاس للأشياء اللي بتصير عندنا في السعودية، فالله يديهم العافية فعلا على تواجدهم المستمر في جميع المحافل. أنا قاعدة أشوف اهتمام وزارة الإعلام ويعني بشكل عام، حتى هيئة تنظيم المحتوى بشكل عام بإشراف طبعا من وزارة الإعلام، يعني هذا شيء جدا مهم. زي ما قلتي الإعلام واجهة سواء محليا أو حتى دوليا، يعني صحيح. الواحد كيف الشعوب، خصوصا أنه إحنا الآن نعيش مرحلة انتقالية، مرحلة ذهبية من ناحية سياحة، ثقافة، تعليم، يعني عدي واغلطي يعني على جميع الأصعدة. فإحنا كيف نوصل صوتنا للناس، كيف نعكس الصورة الحقيقية للمجتمع السعودي وللشعب السعودي واللي قاعد يصير من تغييرات جذرية في هذا، إلا عن طريق الإعلام بكل تأكيد. فأكيد مثل هالمؤتمرات جدا مهمة، مهم وجود تبارد الإعلام فيها علشان العالم الخارجي كمان يشوف إيش عندنا إحنا بالذات. أكيد طبعا بسبب النجاح الكبير اللي شهدته روتانا كإنتاج مسلسلات وأعمال ناجحة من إنتاج روتانا استوديوز، استقبلت روتانا اليوم وفد من هيئة الإدارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون الصينية في مقر سي إم جي الرئيسي في دبي، طبعا بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا الدكتور وليد عرب هاشم. وأعرب الوفد الصيني عن حماسه الكبير لهذا اللقاء واللي يعتبر خطوة مهمة لإقامة شراكات جديدة بين المؤسستين الإعلاميتين والتعاون فيما بينها لتعزيز المحتوى الإعلامي. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. والله حقيقة أنا اليوم نحن توسع روتانا كان من ضمنه أكيد التوسع في دول أخرى، فاليوم نحن متواجدين في الميدل إيست. اليوم الصين أكيد دولة مهمة جدا بالنسبة للتعاون، عندهم تطور إعلامي، عندهم تكنولوجيا، بحكم روتانا اليوم عندها توسع في الإعلام
والإعلان، الإعلام بخصوص البرامج وتوزيع الأفلام وما تمتلكه من مكتبة، ومع تغير اللي حاصل في موضوع الدبلجة والسبتايتلينج، هذه كلها بتساعد إنه نحن نتبادل المحتوى. بالإضافة إنه موضوع التكنولوجيا، سواء التغير اللي حاصل في التلفزيونات تحولوا إلى ديجيتال، فهذا بالتالي بناخذ الخبرات الموجودة عندهم وأكيد بنتبادل معهم هذا الشيء. وهذا الحمد لله كان الهدف. كان اليوم الوفد الصيني الموجود متعاون ومنفتح، وطلبوا مننا الحضور للصين، حضور مؤتمرات لتغطية التعاون هذا بشكل أو بآخر. يمكن هنبدأ بمحتوى عربي نحاول نحطه في القنوات التلفزيونية الصينية والمنصات، وفي نفس الوقت هناخذ محتوى صيني أكيد برودكشن يتناسب مع المنطقة، بحيث أنه نحن نعرضه للجمهور العربي. وطبعا في نفس الوقت حيكون في تعاون في المنصات. طبعا اليوم الانترنت بيتيح العلاقة أنه تكون موجودة في أي مكان بإذن الله. طبعا أنت عارف اليوم الإعلام والتلفزيون والبرامج والمسلسلات بتوصل من يعني بتعبر الحدود بكل سهولة، وهذا يمكن أكيد نحن اليوم بنوصل بالمحتوى العربي وعاداتنا وتقاليدنا، وأكيد هم نفس الشيء، هذا هو هدفهم، وهذا من ضمن فعلا المواضيع اللي نحن هنبدأ فيها. يمكن هذا أسرع وأسهل موضوع الآن إن شاء الله. الشكر الجزيل للزملاء على هذا التقرير. ويعني أنا لما شفت التقرير فعلا من الذكاء أنه إحنا أيضا نستغل الإعلام في هذا المجال، لأنه يعني سياسيا في بداية رؤيتنا من ضمنها كان توطيد العلاقات بين السعودية والصين اقتصاديا، صناعيا، تعليميا، وإحنا يمكن قاعدين نشوف أيضا اللغة الصينية وأهميتها وأنها قاعدة تدخل في مناهجنا اليوم، فليش أنه إحنا ما نعزز هذه العلاقة أيضا عن طريق الإعلام. فبالعكس خطوة تحسب لروتانا، وبرافو عليهم، دائما متقدمين صحيح. على غيرهم في كثير من الأشياء المهمة على هذا الصعيد وجميع الأصعدة. أيضا افتتح وزير الثقافة يوم أمس معرض عطور الشرق. طبعا الرياض تستضيف هذا المعرض في أولى محطاته الدولية. المعرض يقدم للزوار رحلة لاستكشاف تاريخ العلاقة العميقة بين العالم العربي والعطور من خلال مجموعة مميزة من القطع الأثرية والأعمال الفنية المعاصرة. زميلنا مبارك الكويكبي نقل لنا أجواء هذا المعرض، خلونا نشوف. شاركنا في المرة هذه في المتحف الوطني السعودي في معرض عطور الشرق، فالأخوان ما قصروا تواصلوا معي بخصوص أني أمثل الطائف في الصورة الوردة الطائفي، فشاركت بخمسة أعمال الوردة الطائفي، من ضمنها صور يعني تعتبر أول صورة من بداياتي اللي هي صورة العم صديق في الوردة الطائفي، فكان لها أثر كبير وانتشار كبير في الطائف وفي مواقع التواصل الاجتماعي. كان الصورة لقطت إحسان الجميع سواء داخليا وخارجيا، ومن فضل الله وفقنا فيها ووفقنا في تصويرها. مشاركة في معرض عطور الشرق في المتحف الوطني بعمل بحث مصور، العمل اسمه الصبابات كرم الضيافة وتعاضد النساء. من البحث نفسه نتجت 10 صور، من ال10 صور شاركت بأربعة. طبعا هو عن الصبابات، وعن الصبابات نفسهم ايش يقدمون في الضيافة، سواء كانت شاهي وقهوة او البخور بمناسبة المعرض. فطبعا هم الصبابات يقدمون خدمة تقديم او توفير المبخرة والمدخن، وأهل المناسبة هم اللي يوفرون البخور نفسه أو العودة. هذا العمل طبعاً نتائج رصد سلوكي لتطور وتغير مراحل الفل،
بداية من الفل يعني كيف كان التطور، كيف شكل التطور. طبعا هذا الشكل اللي هو اسمه شريط من الرصاص، الفل نفسه موجود قبل 10 سنوات. طبعا أنا ربطت الأشكال التقليدية للزي بالأشكال القديمة في الزي، وكيف أنه قديما كانوا يستخدموا الزي كنوع من الإشارات والرسائل، فاستخدمت الرموز اللي لها علاقة برسائل النقوش اللي تعمل في الفضة والنقوش التي تعمل في الذهب. شكرا جزيلا لزميلنا مبارك على هذا التقرير. وش رايكم في هذا المعرض؟ عجبني بأمانة، يعني شوف المعرض معمول بطريقة مرة ذكية، بحيث أنه هو يعني يجمع ما بين أهمية الثقافة وأيضا التاريخ بما يخص موضوع العطور، وأصلا هو معمول بطريقة أنه يحدد المسارات، وفي نفس الوقت في تعرف الأجهزة الذكية للتعطير. يعني عندنا في الشرق الأوسط نعرف عندنا توابل، عندنا أنواع زهور، شفنا الفل، كنا بنتكلم عن الفل وريحته، نتكلم عن اللبان، نتكلم عن طريقة الورد الطائفي. الورد الطائفي هو عندنا هنا، الورد الطائفي اليوم ما شاء الله مزهزها بنتي. طيب فحلو أنه كيف في يعني ربط ما بين الصورة الجمالية الفنية وأيضا الثقافة لطريقة استخدام العطور. موضوع أنه إحنا كيف أحيانا تعرفي لما نستقبل الضيوف، خصوصا عندنا في المنطقة الحجازية، كيف يطيبوا الضيف بموية الورد إذا كنتوا تعرفوها هذه كمان. يعني مرة مرة بصراحة عجبني المعرض، ذكي فعلا. أنا حبيت الفكرة، وحبيت أنه كيف شبابنا قاعدين يبدعون في المعارض. كل مرة قاعدين نشوف معرض بطريقة مبتكرة، مو بالطريقة التقليدية اللي إحنا تعودنا عليهم، فيعطيهم العافية. خلينا نطلع من أجواء المعارض وأجواء السياحة وأجواء الجمال، هذا كله بما أنه في نفس الفايب يعني. فالحين يعني واضح أنه إحنا دخلنا الصيف بكل ما تحمله الكلمة من معنى. صحيح. يعني أتوقع الأجواء واضحة، لكن طبعاً الصيف معروف دائم كل سنة اللي هو موسم السفر. صحيح. وموسم الإجازات وموسم البحر وموسم الروحة والجاية. فوش خططكم؟ غششون. شوف هو الصيف طويل يعني. أكيد ما حقعد طول الشهرين أنا برا السعودية، ففي أشياء إن شاء الله أبغى أسويها هنا، بس لسه ما عملت البلان أو الخطة للأماكن اللي أبغى أزورها هنا. طبعا كل مرة نقول عندنا أشياء نبغى نسويها وما بتضبط، ومن ضمنها إيطاليا، من ضمن الخطة في الصيف إيطاليا إن شاء الله. إن شاء الله. أنا عيالي مرتبين الصيف حق الجدول، المطاعم، الكافيهات هنا يبغون يروحون زي العام. أنا وديتهم عسير. أيه. وديتهم الطايف. وديتهم وين بعد؟ جدة عاد إحنا دائما نروح لها، فعطيتهم هذا الشيء إنه لازم أول شيء السياحة هنا، وبعدين من بعدها نطلع. فكروا وين نطلع، فهم مخططين هنا ويبغون يطلعون كروزنج. طب اديني الجدول اللي قبل، اديني الجدول حق اعطينا جدول السياحة الداخلية. بس كيف انبسطوا عسير وطايف؟ مرة انبسطوا، مرة انبسطوا بشكل مو طبيعي، خاصة يعني أنا رايحة على العسير. كانت أول مرة لهم؟ إيه كلنا، حتى أنا أول مرة كانت لي أروح. فإحنا رايحين وما عندنا فكرة صراحة، بس الجنوب حلوة، بس تفاجأت بكل شيء فيها، الفعاليات اللي موجودة ما تخلصين منها. يعني إحنا قعدنا 4 أيام تقريبا في عسير، وبعدين رحنا 3 أيام على الطائف، فعليا ما خلصنا. روعة. فأنا أنصح البنات يعني لكم تروحون. وكيف كان الجو؟ أنا ما قد رحت والله، بس كيف الجو في الصيف؟ جنة، تخيل عاد أنت الجو ضباب طول الوقت، احنا قاعدين في المطاعم، احنا في المطعم قاعدين نتغدى والضباب داخل عليك جوا. الله، مره كانت اجواء حلوه صراحه. يعني حمستوني للامانه. انا مقصره كثير في السياحه، يعني انا في السياحه الداخليه بالتحديد. يعني انا يمكن حدي ها جده، بس احب جده واحب بحر جده. لاني اعرف لها يعني، وكنت في يوم من الايام عايشه فيها، فاعرف لها. لكن الاماكن الجايه ان شاء الله انه هذا الصيف تنكتب لي انه انا اروح ازورها. عموما، استقبالا لهذا الموسم، اطلق معالي وزير السياحه احمد الخطيب برنامج صيف السعوديه 2024، واللي راح يستمر على مدى 4 أشهر، ويتضمن 7 وجهات سياحيه متنوعه، وهي عسير، الباحه، الطائف، ووجهة جديدة هي البحر الأحمر بجانب جدة والرياض والعلا. واو، تنوع. يعني أنا ودي أروح البحر الأحمر، هذه اللي أنا أشوف الناس يصورونها، أشوفهم على إنستغرام للأمانة كثير، قاعد يقول يا ربي مو يعني مو طبيعي الأجواء، مو طبيعي. حنا
تاركين اللي عندنا وتاركين ذا الأجواء الحلوة والفايب الحلو والجمال والطبيعة وقاعدين نروح مالديفز وغيرها يعني. طب هنا حذفت حصى يعني قريب، فإن شاء الله إن شاء الله نروح. واحدة من الأشياء اللي كمان لفتتني كنت بشوفها المرة اللي فاتت قريب يعني على السوشيال ميديا هو الكروز اللي بيصير عندنا في السعودية، برضو هذه من الأشياء اللي نفسي أني أسويها. البحر الأحمر أكثر من رائع، يكفي أنه أصلاً موقع هذا المشروع على البحر الأحمر اللي هو معروف أنه أحلى بحر في العالم، من سبحان الله من مرجان، من أنواع أسماك، من كائنات بحرية موجودة فيه. المنطقة الجنوبية أنا رحت قبل كذا، رحت الطائف كمان قبل كذا، بصراحة حلوة وأنصحك أنك تروحي، الجو خرافي فعلا، الجو مرة حلو. فهذا التنوع اللي كنا بنشوفه خلال الجدول في خلال فترة الصيف، في بحر، في طبيعة، في تراث، في أماكن كثير، وفعلا الواحد يقدر أنه هو يستمتع يعني. إذا أحد ما يقدر أنه هو يطلع ويسافر تهز راسها، أي أكلت سليق، جربت السليق الطائف؟ أكيد جربت السليق الطائفي، مين ما جرب؟ اللي ما جربه غلطان. صحيح يعني. وبعدين أنا الطائف من اللي يروح لها، من اللي يحبها صديق أختي الكبيرة، تحب كل بعد ويكند تاخذ عيالها وتروح وتصور الاجواء هناك. اقول لها اعترفي انت وين؟ تقول لي انا في الطائف. اقول لها يا بنت الحلال وش ذا الطبيعه وش ذا الجو، حنا في عز الصيف حر. تقول لها والله يا مهنا احنا لابسين بلوفرات. صح. فيعني من جد احنا صيف شتاء تبين كله موجود. عموما كمان خليني اقول لكم انا ايش عندي من اخبار اليوم. يمكن كثير مننا يعتمد انه هو يشتري عن طريق الاونلاين، لسه يعني كانت اختي ودي بتقول قبل شوي هي تحب انها تعمل مثلا شوبينج او تشتري اشياء كثير من الاونلاين، لكن كمان اللي استغربته انه في ناس يشتروا منتجات غذائية أو مكملات صحية وغيرها. يعني على سبيل المثال في واحدة من صاحباتي تشتري منتجات غذائية للأطفال للرضع، تقولك لا هذا عضوي، لا هذا مو موجود هنا، وتفضل انها تشتري من برا. انتم من هذا النوع تحبوا تشتروا مواد غذائيه او بعض الفيتامينات؟ يعتمد على التطبيق وشو او الموقع وشو. يعني مثلا في تطبيق انا احبه مره، تطبيق سعودي بدون ذكر اسماء، لكن تطبيق سعودي اتوقع كلنا نعرفه، اشمل المكملات الغذائيه، حتى السبلمنت حقت الجيم وكذا، البروتين، البري ورك اوت، الكرانتين، هذه الاشياء كلها اشتريها من عندهم. حلو. لاني اثق فيهم انه حتى تخزينهم، يعني انا قريت عنهم وشفت مره يعني ريفيو كامل عن هذا التطبيق انه حتى تخزينهم ترى كويس. ولما توصلني المنتجات انا شلون اعرف اذا هذا التطبيق كويس او لا؟ اذا وصلتك منتجات خصوصا غذائيه او مكملات امسك الكرتون، بارد ولا حار؟ صح. لو كان بارد او تشوفين مثلا السياره اللي توصل ثلاجه تعرفين انه تخزينهم كويس، توصيلهم كويس. احنا في منطقه حاره يعني، احنا يعني منطقه جوها حار عاده، فهذا التطبيق الوحيد اللي اطلب منه. اما الاشياء الثانيه لا، انا اروح اشتريها صح. انا اطلب من موقع معين بس مو بسعودي، من موقع معين أطلب، بس أشياء الأطفال ما أتجرأ أني أنا أطلبها صراحة من يوم ما أولاد أطفال. أحس الأطفال حلو يا أنه في البيت عضوي أو مو عضوي، حلو في البيت، ما أحب أطلبها من برا. أي. بس طيب أنا ليش سألت هذا السؤال؟ ربما يعني كثير مننا سمع أنه في أنواع الشاي المنكهة واللي صارت ترند في الفترة الأخيرة، لكن في خبر انتشر في السوشيال ميديا يقول أنه أحد أنواع هذا الشاي المنكهة اللي ينطلب عن طريق المواقع الأمريكية معروف بشكل كبير، وتم استدعاء 900,000 منتج منه، والسبب الصادم أنه احتمال تلوثها بالمبيدات الحشرية. لا يا رؤى، أنا استخدمه نفسه؟ إذا كان هو نفسه يعني أنا أستخدمه، حرام عليه. ليه توفري كذا؟ والله لست أدري. أوكي. يعني هذا الوضع يعني، بس ترى يعني كل بس الحمد لله إلى الآن ما صار لي شيء. أموري تمام. بنات حلو إنهم تداركوا الموضوع على طول، أعلنوا، ما قالت الشركة أنا أخاف إن ينضرب اسمي، خلي اللي يمشي خلي فهمتي؟ حلو إنهم تداركوا الموضوع وعلى طول. بس إجمالا يعني خلينا نقول إنه المتابعة كويسة، الحرص كمان، إنه تكون في يعني تداول سريع لهذه الأخبار وغيرها. فأنا بصراحة يعني أقول الواحد يكون حريص، وعلى فكرة ترى هذه الأشياء جايز إنها تحصل، يعني طالما إنه هو ما هو عن طريق إهمال أو ما هو شيء مقصود. يعني في البعض للأسف طريقتهم تكون جدا بدائية، فبالتالي صحيح. تكون هنا تقولي إنه الإهمال معني ومقصود. أنا بعد التقاعد تدرين إيش بسوي؟ وش تسوي؟ أباخذ مزرعة. أي. وأبجيب دجاج خليهم يسوون لي بيض،
وبصير مزارعة. والله شكل هذا اللي بيصير في النهاية، بأحرث وأزرع وأسوي أكلي وكذا. أنا إلى الآن أنا بادية مشروع، ها تدرين أن عندي حديقة صغيرة. صحيح أعرف أن عندي حديقة صغيرة، أشوف الطماط والنعناع وأشياء يعني الأشياء البسيطة، بس أتوقع في المستقبل هذا اللي بيصير. والله صرنا نخاف من المصانع يا أختي للأسف. أيوه عموما حتى نعرف حقيقة هذا الموضوع وكيف نكون أكثر حرص عند اختيار المنتجات الغذائية، خصوصاً لما نشتري عن طريق الأونلاين. نرحب بضيفتنا عبر سكايب الأستاذة إيمان الأيوب، أخصائية تغذية. أهلا وسهلا بك أستاذة إيمان. يا هلا، أهلا وسهلا. يا هلا وسهلا. في البداية أبغى أعرف منك، يعني هل قرأتي هذا الخبر؟ مدى حقيقته؟ إذا في أبعاد ثانية مو واضحة؟ نعم، بالنسبة لكل الأخبار اللي هي دائما متداولة عبر الأنترنت، نحن ما نأخذ بجدية هذه المواضيع إلا إذا كانت من مصادر موثوق فيها ودراسات يعني معتمدة، عرفتي؟ فطبعا أكيد ما حنأخذ في لأنه الشاي جزء من حياتنا. صحيح. أي طيب، وعلى هذا الخبر يعني هل مثلا عملت شوية أبحاث، دورتي عن صحة الخبر، مدى حقيقته أو لا؟ صراحة أنا ما أتابع الأخبار السيئة، أتابع الدراسات الحديثة. طبعا دائما نحن بنسوي سيرش على آخر المستجدات في كل الأنواع الغذائية والمشروبات الصحية، فهو يعتبر من المشروبات الصحية على فكرة، الشاي الأسود عموما والشاي الأخضر. عموما الشاي جزء من حياة كل شخص فينا، صباحا لازم يشربوه، بعد العصر لازم يشربوه، فنحن بس عندنا بعض الموانع اللي هي للناس اللي عندهم مشاكل في الأنيميا أو فقر الدم، نقول لهم لأنه في مادة الثيامين اللي هي بتثبط من امتصاص الحديد في الدم، فنقول لهم دائما بعض المأكولات اللي هي مصادر الحديد زي اللحمة والأشياء اللي فيها حديد، طبعا بعد 3 ساعات لـ4 ساعات يتناولوا الشاي هذا فقط اللي هو نحن بننصح فيه. طيب أستاذة إيمان، يعني لو يعني الواحد تعرض لمثل هذا الموقف، أنه استهلك منتج مثلا طلع عنه إعلان مثل هذا الإعلان اللي احنا شفناه أو التصريح أنه هذا المنتج غير صالح للاستهلاك الآدمي، بمعنى أنه contaminated أو ملوث أو أيا كان، كيف الواحد يتصرف؟ هل أنا لو أنا مثلاً اليوم أفطرت وشربت هذا الشاي، هل المفروض أنه أنا الآن في المستشفى مثلاً أروح أسوي تحاليل؟ لا، أسوي تحاليل أتأكد. لا لحظة، دائماً إحنا نعتمد على أنه في مراقبة صحية لأي مستهلك آدمي إحنا طبعاً بنتناوله داخل المملكة. طبعاً في وزارة الصحة، في هيئة الغذاء والدواء دائماً متابعين موضوع أي منتج للاستهلاك الآدمي، وبالتالي نحن طبعاً بنكون مطمئنين، يعني ما في منتج ينزل على السوق إلا يكون في عليه رقابة ثقة تماماً، وهذا الشيء متأكدة منه 100%. فبالنسبة لأنه يعني أنا ما أخذ أو أستهلك أو فجأة أسمع خبر كده، يعني طبعاً أكيد الأخبار في الأنترنت دائماً بكثرة، وفي ناس بيشوهوا سمعة شركات، وفي منافسة قوية، ولازم أنت تتأكدي من مصادر موثوق، لا تجي على طول كده تقولي أنا صار عندي أنا لازم أسوي تحليل أروح مستشفى إيش أسوي. لا، الدولة هي كفيلة بأنها تنصح المواطنين من أي منتج بيكون عليه أي خطر على المواطنين، وأكيد بيطلعوه بتصريح رسمي، وما تاخدي أي معلومة إلا إذا كانت من مصادر موثوقة. فلا أكيد طبعا ما في خوف، وأنا أنصح بالشاي لأنه هو له كثير فوائد، زي أنه في مضادات أكسدة، في بيعزز صحة القلب، بيخفض نسبة الكوليسترول الضار اللي هو LDL، بيحسن صحة القلب والقناة الهضمية، وبيحسن اليقظة والتركيز. يعني دائما نحن بنشرب الشاي عشان نركز أكثر في أول يومنا، وأنا من الناس اللي يعني من الناس اللي فعلا أعشق الشاي، لأنه هو يعني أكثر من القهوة، لأنه القهوة لها طبعا ما ندخل في هذا الموضوع لأنه هيطول، أكيد نسبة الكافيين كل ما زادت كل ما أثرت على الدماغ والمخ وصار في مشاكل، ونحن بعيدين عن هذه المواضيع. بس أبغى حابة أقول مثال صغير، أنا جدي عمره توفى الله يرحمه عمره 106 سنة، كان دائماً
دائما هو دائما دائما يشرب الشاي دائما يشرب الشاي بكثره، يعني صباح ليل ظهر كل ما ادخل عنده الاقيه يشرب شاي. فما شاء الله ما كان عنده أي مشاكل صحية ولا يعاني من أي مشاكل في القلب، ويأخذ حبة دواء. فهذا الشيء يعني نحن لما درست الشاي ومكونات الشاي وعلى إيش يحتوي الشاي، طبعا الشاي عبارة عن نبتة خضراء سبحان الله مع الأكسدة وربطة ارتباطه في الأكسجين والرطوبة، فهو بيتحول للون الداكن. فهذا شيء صحي، يعني شيء لما أنت بتشربيه أنك أنت بتاخذي مضادات أكسدة. واضح. أيوه. واضح. طيب أستاذة إيمان، في كثير أنواع شاي تستخدم لحل مشاكل الهضم للتنحيف، عادي تكون تستخدم من غير استشارة الطبيب خاصة حقية التنحيف؟ لا طبعاً إحنا ما ننصح فيها، لأنه طبعاً داخلة في نبتة اسمها سنالكس، والرسول وصى عليه الصلاة والسلام عليكم بالسنة فأنه ينجب من الموت. فالإنسان لازم يتأكد وأنه دائماً هو خروجه أو عنده المشاكل الهضمية من القولون والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة إنها دائماً مفرغة، عشان ما يصير زي ما يقول السيركليشن في المعدة ويعيد امتصاص الفضلات. أيه. وبالتالي هذا الشيء بيأثر طبعا. صحيح. على الصحة، وبيصير بسد المسام وبيصير سموم. فنحن دائما نتأكد انه خروجنا سليم وطبعا القناة الهضمية عندنا والقناة يعني نظيفة، وبالتالي ما ناخذ اي علاج الا عن طريق استشارة طبية. اكيد استاذ ايمان. نعم. الايوبي نشكر مداخلتك معنا، وحقيقة يعني الكل يعرف اهمية او فوائد الشاي باختلاف انواعه، بس احنا لما نتكلم على بعض المواد الغذائية خصوصا لما نتكلم على الاشياء اللي بناخذها عن طريق الاونلاين قد تتعرض لبعض التلوثات. فهذه الدراسة او هذا الخبر تحديدا كان نازل في واحدة من المجلات الموثوقة الأمريكية، فبالتالي لسه يعني الخبر جديد، وإحنا قاعدين نستنى ونشوف أبعاده مدى إيش الأشياء اللي إحنا لازم نسويها، إيش الإجراءات الوقائية زي ما كانت تسأل مها. فطبعاً الله يعني يعافي الجميع وما يتعرضوا لهذا النوع من الآثار السلبية من وراء الغذاءات الملوثة. سؤال جواب يلا جواب. السؤال إيش يقول؟ السؤال يقول تفضلوا مديركم يكون رجل ولا امرأة؟ لا هذه ولا هذه. ما تبغي مدير بالمرة؟ ما أبغى كنسل يا مدير، يا مدير كنسل المدير. طب أخذكم على الخبر اللي بعد، ما نبغى هذا الخبر خلاص ما نبغى. طب أسمع من أودي. مو لازم مدير يا مو لازم مدير. أنا مديرة نفسي. أنا عندي تعليق. أنا عندي مدير أعمال بس أنا ما عندي مدير. طيب أنا حقول لك رأيي في هذا الموضوع. تفضل. بس خليني أسمع أودي. ولا هذه ولا هذه. ايش فيكم نفسيات اليوم؟ والله نفس معها ولا هذه ولا هذه. بس انا مضطره مثل ما انا في روتانا يعني لا ابغى رجال يكون. طيب شوفي انا افضل التعامل مع الرجال خصوصا في موضوع الاداره، ما افضل التعامل مع سيدات. فبس قبل لا اقول هذا الخبر راح اقول رايي وبعدين اخش لكم على هذه الدراسه. اتفق معك في بارت معين وتعلمته في وظيفتي السابقه مها اودي، انه ما في شيء اسمه مدير، في تايتل في مهام، في تايتل في مهام. من مهام المدير اللي هو طبعا يتابع الجروب اللي معاه، لانه في الاخر يونت مانجر يعني مدير قسم، يعني كلها ايكوال، هي وظيفه في وظيفه في وظيفه، لكن كل وظيفه تحتمل مهام مختلفه. صح. فاي ما في احد مدير او لا. بس انا شوفي يعني ان جيتي للحق وان جيتي للواقع، انا قد جربت للأمانة، يعني ما أني أنا قد توظفت يعني وظيفة قبل هنا، وقد للأسف يعني بس فترة كانت بسيطة الحمد لله. وللأسف ولا الحمد لله؟ لا شوفي لا الحمد لله أنها كانت فترة بسيطة. يعني ما طولت. أوكي. بس أعطتني تجربة أنه كانت حتى التيم ليدر كانت مش مديرة بمعنى مديرة، سيدة أو بنت تحط رجع على الرجل، تمسك جوالها طول اليوم، يلا انتم سووا ليش؟ ايش دعوه؟ يعني ما نشتغل عندك، ترى احنا نشتغل في شركه. صح. يعني زي ما احنا عندنا مهام انت عندك مهام. لا هي كان كذا وضعها. يعني لانها الاقدميه انتم موظفات عندي يعني تقريبا. أي. كان كذا. فانا ما كنت اسكت، انا كنت دائما ارسل ايميلات وسي سي 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 يعني بخصوص كذا يعني. وكانت تخاف على مكانها لدرجه ان ما كانت تعلم البنات
انه كيف تسوي كذا، يعني لما تجي مثلا تسالينها سؤال تقولين لها يا فلانه كيف انا اعمل كذا ولا كيف اسوي كذا، كانت تبخل، كان عندها الخوف انه اخاف بعدين تتفوق علي فلانه واقوم انا انكرش اطلع وهي تمسك مكاني، فكان عندها هذا التفكير. والحمد لله يعني بعد 10 سنوات ما زالت في نفس مكانها ما تغير، اعرف يعني هذا الموضوع، لانه اللي نفسيتك كذا، اللي شخصيتك كذا، اللي يبخل على الناس بالمعلومه، اللي يخاف على مكانه بزياده ويكون عنجهي ويكون انسان سواء بنت او رجل، مدير او مديره، هذا ما عمره ربي يوفقه ولا عمره راح يتقدم، طول عمره بيكون في نفس مكانه. فأنا هذه القصة يعني قالت وهذه التجربة أنا مريت فيها، أنا أقول لا، إذا مرة مضطرة رجل. صح. أيه. الرجل سبحان الله رغم أنه رجل، بس لما المرأة تتأذى أو تكون في وعكة صحية يتفهم الموضوع أكثر لما تكون الليدر حقتك امرأة. الامرأة سبحان الله ما تعذر المرأة الثانية، هذا اللي أنا لاحظته بعد من تجربة لي. يعني إحنا كثير تمر فينا أشياء في روتانا مثلاً، لأنه الله يطول بعمر أستاذ سالم القحطاني إذا قلنا له شيء يتفهم الموضوع ويحاول إنه هو يحل الموضوع بطريقته. تخيل لو إنها امرأة، مستحيل، لا طيب عادي سوي لك أي شيء وتعالي، خذي مسكن وتعالي. فهمتي؟ فأنا أشوف الرجل في أمور يقدر يسيطر فيها أكثر من المرأة. المرأة نظرتها تعتبر نوعا ما، مو الجميع، بعض النساء نظرتها جدا قصيرة وتبغى تنجز المهمة بغض النظر الشخص هذا تعبان، الشخص هذا يمر بظروف ما يهمها. صح. بس ليش أنا كنت أسألكم هذا السؤال؟ يعني في دراسة جديدة عملوها على مجموعة من الموظفين، خيروهم إذا كانوا يفضلوا يكونوا تحت إدارة امرأة أو رجل. طبعا نتكلم هنا على طبعا بيئة العمل، أغلب الأشخاص اتفقت آرائهم على أنه عندما تكون مديرتهم امرأة يكونوا راضيين أكثر وأكثر سعادة بالعمل. وأظهرت النتائج أنه الأسلوب القيادي للمديرات الإناث غالبا ما يختلف عن أسلوب الرجال، واللي يلبي توقعات الموظفين بشكل أكبر. طيب. احنا عايشين العكس يا جماعه، ترى احنا بنعيش العكس. لا مو عايشين العكس، انا تسمحي لي بس يعني احلل هذه، انا احب احلل الدراسات. يلا ابى احلل هذه الدراسه بشكل عام. دائما يقول لك انت في مطار، انت في سوبر ماركت، انت في محل، انت البنت تروح للموظف الرجل والرجل يروح للموظفه السيده. ليش؟ سيكولوجيا، فطريا، طبيعيا، انه المراه راح تكون قد ما تقدر جنتل ورسميه مره مع الرجل، بتقدم الخدمه وخلاص. الرجل في المقابل نفس الشيء، انها مراه وانا بحاول اساعدها، واذا في يدي شيء بقدر اقدم لها، من ناحيه انه هو تاخذه انه انا رجل وهي انثى في النهايه. فانا اعتقد في هذه الدراسه رؤى ومشاهدين وودي انه هذا اللي حصل، البنات يشوفون انه الرجل القائد او الرجل المدير يتفهم وكذا، وفي النهايه يقول هذه امراه وهذه ممكن عندها ظروفها، عندها عيالها، عندها كذا كذا كذا، اشياء ممكن انا افهمها، اشياء ما افهمها، فلازم امشي. في المقابل المراه نفس الشيء، راح تكون، والرجل نفس الشيء لما يكون موظف وتكون مديرته مراه، انه يبغى يقدم افضل شيء لانه هو بعد يعني رجولته ما تسمح لانه هو يقدم اقل من المتوقع منه. فانا اعتقد هذه الدراسه يعني نوعا ما، ان شاء الله اني اكون صح، بس هذا تحليلي المتواضع، وانا اشوف يعني هذا حتى في تعاملاتنا جميعا يعني بشكل عام. دائما لما اروح عند بنت تقعد لي هنا، والله تقعد لي هنا، ما تمشي نص كيلو زايده الشنطه، ما لا طبعا نظام. ادفعي نظام، بس اذا رحت عند، لا لا ما له دخل، لا ما له دخل، لا رؤى ما له دخل، يا رؤى ما له دخل النظام. والرجل ترى يمشي لك في مطار، في غير مطار، حتى صح. على مستوى أي شيء، أي شيء يعني، بس أنا ضربت المطار لأنه كلنا يمكن نتعرض لهذا الموقف، فالحريم حقنا أحيانا مع الحريم، بس مع الرجال ممكن تمشي. أنا أتفق، أنا مع مها. شكرا. أنا اليوم متفقة مع مها لآخر درجة. ترى السر في اللون، أتوقي لابسين بينك، فيعني السر في اللون. مشاهدين أكيد مستمرين معاكم، ولكن بعد فاصل قصير أسرار إدارة الخلافات في العلاقات العاطفية وأهمها التوقف عن اللون. لكل شخص طريقة معينة يتعامل فيها مع المشاكل والخلافات، بس بنات خلوني أسألكم، أنتم من النوع
اللي تحلون يعني تتصرفون في وقت المشكلة ولا تنتظرون لين ما تهدؤون وبعدون بعدون بعدون بعدين تحلون المشكلة يحلوك ها ها يا رؤى وبعدون انت والله انا على حسب مزاجي او على حسب حرارة الموقف. في اشياء لا الان الان مصيرية، اذا في اشياء ممكن اجلها لبعدين انه اليوم ما لي خلق ازعل تعالوا بكره، في في هذا الشعور عرفتي، بس يعني ما اقدر احدد، بس احيانا كذا احيانا كذا. وانت مها؟ انا احس يعتمد على المشكله وش هي ويعتمد على الشخص من هو. يعني مثلا مشكله ما تتاجل اللي لازم تنحل الان فورا لازم يتخذ قرار، طبيعي لازم اتخذ قرار ولازم اني احلها الحين بالطيب بالعافيه بالطقاق بالقوه بالمروه لازم تنحل الحين. بتنكد ما حتنكد اتس اوكي، بس في بعض المشاكل الافضل انك تتركينها لين تبرد وتهدين انت والطرف الاخر، بعدين ترجعين تحكين فيها عشان تتكلمون بعقلانيه مو بصراخ مو بهواش ومو يعني بعاطفيه زايده عن اللزوم، الواحد يكون منطقي. ممكن يعني. اوكي طيب خلوني اقول لكم، شفت مقطع في منصه اكس لسيده كانت تحكي عن نجاح اداره الخلافات العاطفيه والزوجيه، السر هو التوقف عن اللوم والتركيز على حل المشكلة. عشان كذا حابين نسمع أكثر من ضيفنا في الاستوديو أستاذ خالد المشوح مستشار في العلاقات الأسرية والزوجية. أهلا وسهلا فيك أستاذ خالد. السلام عليكم. حياك الله. السلام وسهلا جميعا. أستاذ خالد، أكيد أن الحياة الزوجية عموما فيها مشاكل، بين أخذ وبين عطاء، بين رضا وبين زعل. الأفضل الواحد كيف يتصرف في لحظة الزعل، كيف يدير غضبه، كيف يدير مشاكله؟ جميل. أولا دعوني في البداية أشكركم على الاستضافة، أشكر القناة أيضاً والقائمين عليها على حسن هذا الاستقبال، وأيضاً كذلك هذا الإبداع المتواصل دائماً للقناة وبرامجها المتنوعة. ويشرفني أن يكون اليوم معكم ضيف إن شاء الله خفيف ومفيد للسادة المشاهدين والمشاهدات. بخصوص المشاكل الزوجية، أنا أعتقد أنها هي جزء لا يتجزأ من هذه الحياة. إن جينا على الجانب الإعلامي في مشاكل، إن جينا على الجانب الرياضي في مشاكل، إن جينا على الجانب الاقتصادي وهكذا. فبالتالي جزئية الحياة الزوجية أنه يكون فيها مشاكل هذا أمر طبيعي، لكن الغير طبيعي أن المشاكل الزوجية تتفاقم وتصل إلى حد غير مقبول. لا أعتقد أن هناك بيت تخلو من المشاكل الزوجية، بدءا من بيت الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يومنا هذا وحتى إلى أن تقوم القيامة. ولكن المهم جدا أنه كيف نتعامل مع هذه المشاكل، هذا الأمر الأول، وكيف الزوجين ينظرون للمشاكل فيما بينهم وكيف يتعاملون معها بشكل صحيح ودقيق، وهذا اللي إن شاء الله بإذن الله تعالى في ثنايا هذه الدقائق المعدودة نتكلم فيها جيدا. أيضا كذلك المشاكل الزوجية هي ملح الحياة، لكن إذا زودنا الملح مثل ما نزوده في الأكل حيطلع الأكل ما هو طعم، يرفع الضغط. إيه نعم، هو نفسها بالضبط المشاكل الزوجية إذا جينا باختصار نسميها مثل الملح تماما، فمتى ما زادت حتكون مضرة، ومتى ما قلت أيضا كذلك مؤشر خطير جدا. في بعض الأزواج يعتقد أن خلو بيته من المشاكل أنه هو صحي، خطأ. لابد أن يكون هناك مشاكل وحنتكلم عنها إن شاء الله بإذن الله. طيب. تعالى خلينا نعرف في البداية كمان كيف ممكن نتعامل مع الشخصية اللي تعيش دور الضحية. يعني أنا أفهم أنه السيدة دائما عاطفية فيعني دمعتها مقبولة، أو مثلا أنها تعيش دور الضحية في بعض الأحيان مش دائما مقبولة، لكن أنا ما أفهم أنه الرجل يعيش دور الضحية. هو إعاشة لدور الضحية سواء الزوج أو الزوجة هو يبحث عن نقطة مهمة جدا وهي الاهتمام. لما يفقد الاهتمام حيعيش هذا الدور. لا والله عنده اهتمام وبرضه يقعد يتبكى. لا هو الإشكالية احنا نتكلم عن من يعيش هذا الدور اللي هو دور الضحية. أنا أبحث عن اهتمام، أبحث عن رعاية، أبحث عن شخص فعلا يهتم فيني، يلبي رغباتي، يلبي طلباتي، يلبي احتياجاتي اللي أنا محتاجها، خاصة بعد الإنجاب. لأنه كثير من الزوجات عند الإنجاب أو حتى العمل تنشغل تماما عن هذا الزوج، وإحنا نعرف أنه من أهم الأشياء اللي يحتاجها الرجل بعد الاحترام والتقدير يحتاج إلى الاهتمام. صحيح. متى ما فقد هذه النقطة حيبحث عنها سواء كان داخل البيت أو للأسف ممكن يكون خارج البيت. فبالتالي الاهتمام بعضهم تبدأ مثل ما قلنا قبل شوي أنها تنشغل في الوظيفة، في الأبناء، في البيت، في العزائم، في الطلعات. يعني حتى أني أنا أتفاجأ من بعض السيدات إلى الساعة 3-4 الفجر خارج البيت. طيب والرجال يقعد 3-4 الفجر برا البيت؟ لا يختلف. ليش يختلف؟ أنا أقول لك ليش يختلف، لأنه الرجل احتياجه للمرأة يختلف عن احتياج المرأة للرجل. بمعنى أنه ممكن الرجل مثلا المرأة ممكن أنها ما تحتاج هذا الشيء، المرأة تحتاج المرتبة الأولى عندها اللي هو إيش؟ الأمان. هذا المرتبة الأولى عندها. النقطة الثانية الحنان.
متى ما وفر لها الزوجين الزوج هذه الأمر بالنسبة لها استقرت نفسيتها. لكن الرجل لما يشعر بهذا الاهتمام أنه مو موجود، أنه والله أنا صديقاتي المرتبة الأولى، عملي المرتبة الأولى، أبنائي المرتبة الأولى، طيب أنا إيش باقي لي؟ هو قاعد يفكر كذا، يقسمها تقسيم أنه أنا إيش باقي لي؟ إذا الزوجة مثلا 8 ساعات عمل، بعدين عندها الأبناء مدرسة، بعدين عندها البيت، طيب إيش يبقى لي أنا؟ يبقى لي فقط ما قبل النوم. هذا غير كافي جدا لبعض الأزواج، ولبعض الأزواج بالعكس يقول يعني حتى انه دراسات صحيه انه ساعتين فقط كافي لجلوس الطرفين مع بعض. سبحان الله، بس اهم شيء تقعد في البيت، لو هي طلعت رجعت الساعه 3 الفجر ما تكفي الساعتين. لا لكن احنا نحسب انه مش من المنطق لما يكون هو موظف، مش حيجلس الى الساعه 2 3 الفجر. طيب صح ولا لا؟ صحيح. هل الزوج لو عنده عمل حيجلس الى الساعه 3 4 الفجر؟ بعضهم على حسب دوامه. احنا نتكلم بالطبيعي، الطبيعي عملهم صح ايش؟ صح حيصحى الساعه 7 8، لكن هي بحكم انها ما عندها دوام مثلا ولا عندها اي شيء، ما عندها مشكله، ممكن تجلس الى الساعه 2 3 4 الى 4 الفجر الى حتى بعد الفجر. هذا حيأثر مثل ما قلنا على استقرار العلاقه بين الطرفين. احس اذا في اتفاق عموما استاذ خالد، وما ادري يعني اعذرني اذا انا بختلف شوي معك، اذا في اتفاق ما في مشكلة يعني، هذا الشيء يعني ما هو ستاندرد، ما هو شيء. لكن أنت ذكرت نقطة جدا مهمة أستاذ خالد، تسمح لي بدي نرجع لها ونتكلم فيها، اللي هي خلو المنزل من المشاكل لا يعني حياة سعيدة ولا يعني حياة صحية، حياة زوجية صحية معناته أنه في خلل. تكلم لنا عن هذه النقطة. طيب أنا أثني على كلامك أنه إذا اتفق الزوجين لا يوجد هناك خلاف على مسألة أنه تقعد إلى الساعة 2 3 4 الفجر، زي ما هو عنده استراحة يجلس كل يوم فيها، مستقر الأمر، هي متفقة معه مثل اتفاق على العمل على أي شيء آخر، متفقين ما في خلاف. احنا نتكلم اللي ما اتفقوا على هذا الأمر يحصل خلاف. أما من ناحية سؤالك أنه كيف يصير هناك مشاكل، لأنه الزوج ما يبغى زي ما احنا بالعامية يحرك الأشياء الساكنة في البيت، فبالتالي وهي نفس الطريقة، لأنه لو حركوا حيثار غبار داخل الأسرة، فبالتالي يمكن هذه العواصف اللي داخل الأسرة ممكن تهب بالأسرة كاملا. ونجد كثير من الزوجات عندها مصطلح تقول أنا أصلا ما جلست مع هذا الرجل واستمرت في حياتي إلا عشان إيش؟ الأولاد. إيش معناته؟ معناته أنه في أشياء كثير ساكتة عليها، مخليتها خروج وسهر وسفر وعدم مصروف وتعامل القاسي أحيانا وإلى آخره، فبالتالي يولد عندها عدم الرغبة في إثارة خلنا نقول نسميها العواصف داخل البيت. هي خلاص مستقر الوضع والأمر طالع داخل، هي طالعة داخلة وكل واحد عايش، لكنه في حقيقة لو جلسوا حوار زوجي بينهم حنجد أنه هناك اختلافات كثيرة، وممكن حتى ممكن يحصل صراعات كثيرة بين الزوجين. هذا بشكل خلنا نقول مبسط تفسير أنه ليش هناك مشكلة. لو طب يعني الحين أنا ودي أعرف، هل من الصح أنه إحنا نثير، يعني ما ودي أقول نثير المشاكل، لكن إذا هو مقصر أقول ليه فلان أنت مقصر، إذا هي مقصرة طب هذه ما حتخلق مشاكل، ما حتسبب الانفصال في النهاية؟ يعني اللي علمونا أهلنا قالوا خلاص اسكتي اسكتي احتي عشان عيالك، عشان عيالك أهم شيء. هذا اللي إحنا يعني متعودين عليه، أو اللي نعرفه خالاتنا وعماتنا الكبار، يعني أغلبهم صابرين على رجالهم بصراحة. ليش نكذب؟ ليش نلمع الصورة؟ عشان عيالهم. آخر شيء يوم كبروا العيال اسحبوا على أهلهم، كل واحد راح بيته وقعدوا الاثنين براسهم. وهنا اللي خلينا نسأل أنه هل كانت الحياة الزوجية خلال هذه السنوات 10-15-20-30 سنة كانت مستقرة ولا لا؟ هذا واحد. اثنين، هل هناك أصلاً ما يسمى الحوار الزوجي موجود داخل البيوت ولا لا؟ ما أعرف. إيه، هنا نسأل أنه هل كل زوجين مثلاً سواء قبل النوم، العصر، المغرب، وقت ما يكون وقت مناسب للطرفين أنهم يجلسون يتحاورون مع بعض، فلانة أنا والله أنا شايف الحاجة الفلانية حصلت، الموقف الفلاني صار، يجلسون يتشاورون معهم ويتكلمون معهم بشكل صحيح، واللي إحنا نعرفه بأساليب الحوار الصحيحة. لكنه أنه والله عندي مشكلة وأجي أنا أتركها مثلاً، لنفترض أنه الإبن وقع في التدخين مثلاً كشاب، هنا الزوج حيلقي الملامة على إيش؟ على الأم. ليش؟ هو كذا. أيوة بس الإبن مسؤولية الأب مو مسؤولية أيوة الأم. عشان كذا أنا حنرجع مرة ثانية حتقول الأم إيش؟ أنت المسؤول. طيب وبالحل من المسؤول الحين؟ الاثنين. طيب تركنا الابن، طيب ليش ما نيجي نسأل الابن في حوارنا لحل هذه المشكلة؟ تعال لنا لا تلومن ولا ألومك، تعال خلينا نعرف أصلا إيش الأسباب اللي خلت وأدت إلى أنه هذا الشاب أو هذا المراهق يقع في التدخين. ممكن هي زلة فقط لا أكثر ولا أقل، ممكن أصدقاء السوء اللي موجودين معه. أحيانا وقوع كثير من الشباب، وأنا وقفت على بعض الحالات للشباب، وقع أصلا مكره ليس باختياره،
واحيانا هروب من الواقع اللي يعيشه داخل الاسره، خاصه لما يكون البيت كله مكهرب مشاكل والابناء يشوفون. عشان كذا احنا دائما كمختصين دائما نحذر من اللي يسمونه الهواش والخناق بين الزوجين امام الابناء، لانه حتى لو ما ان الابناء تكلموا ابو سن 7 و8 و9 و10، انه يحدثني احد الشباب بعد ما وصل فتره المراهقه يقول ما انساها يوم عمري 4 سنوات ابوي ضرب امي، الى الان ما زال يذكرها، وانه البيت مكهرب من المشاكل اللي موجوده، معناته انه ما زال يذكر هذه المواقف السلبيه اللي حتؤثر حتما لا محاله على مستقبله مع زوجته. طب تسكت احسن. مين اللي يسكت؟ هي تسكت وهو يسكت خلاص. لا لا، بس احنا نتكلم ما نحل امام الابناء. صح، احنا ما نحل امام بس الابناء. استاذ خالد، انا من وجهه نظري يمكن تكون انت معترض عليها نوعا ما، مو صح اني انا ابين لطفلي انه العلاقه الزوجيه علاقه كامله ما فيها مشاكل ما فيها زعل. لا، بعض المشاكل البسيطه اللي ممكن تظهر قدام الاطفال، لانه انا قاعده ابني مستقبل طفل عشان بكره يفهم انه الحياه ترى مين حياه امك وابوك، ترى في مشاكل، مين الحياه الهادئه اللي انت قاعد تشوفها بين امك وابوك. صحيح، انت قلتي كلمه جميله انه بسيطه، اختلاف بسيط فقط يعني في وقته ينحل، لكنه نتكلم عن الخلافات اللي فيها عقوتنا بالعمية زي الحرب بين الزوجين، من ينتصر اللي فيها نوعا ما من العنف. إيه، هذه نبعدها عن الأطفال، لكنه خلاف بسيط. مثلا على سبيل المثال، الزوج قال نمشي الساعة 5 العصر، قالت الزوجة والله ما يمديني أخلص، أنا أبغى أمشي الساعة 6. وهذه من النقاط اللي حنتكلم عنها، إنه كيف يفهم الطرف الآخر الشريك عشان ما يكون هناك خلاف بينهم. أنا لما أعرف مثلا كثير من الأزواج خلاص هو عارف يبغى له زوجته مثلا 2 3 ساعات قدام المراية، الزوج يقول ايش اللي يخليها تقعد 2 ساعة قدام المراية؟ هذا طريقتها، ممكن الشغله اللي انت تخلصها في 5 دقائق هي تخلصها في ساعة. عشان كذا احنا مثلا نشوف مثلا على سبيل المثال الشباب لما يطلعون في طلعة البر كم ياخذ معهم طبخة الرز والكبسة؟ يعني بعضهم من سرعة يقول لك غسل يدينك خليك جاهز خلاص حتخلص على طول، لكن الست لو تبغى تطبخ إيه، ما نشتهي ناكل اللحم ولا الدجاج ني، لازم نسوي. لا مستوي، بس هو ما حيشتغل نفس شغلكم نهائيا. يعني ما حيجيب مثلا يشتغلها هذه يجيبها شوي شوي بعدين يوديها بعدين يجيب الشغله الثانيه، يعني هو يحب تمشيه الحال. لا لا، هو سريع في ادائه عكس المراه انها متانيه. عشان كذا احنا نقول لما افهم الطرف الاخر كيف يتعامل مع الشريك الاخر حتخف عليه المشاكل. كيف نتعامل مع الشريك والطرف الاخر؟ والله هذا السؤال كبير جدا، يعني انه كيف نتعامل مع الطرف الاخر. أي، انا اعتقد اننا يعني في الوقت الحالي تحديدا احنا محتاجين الى الوعي لكل شيء. لما يكون هناك وعي مالي، هناك وعي في التعامل مع الطرف الاخر، لما انا اعرف كيف اتعامل مع شريك الحياه، لما انا اعرف كيف هذا الزوج الان مثلا على سبيل المثال هذه الاجهزه اللي امامنا، مثلا لو اعطي لاي واحد جديد اقول له شغلي هذه الاجهزه، منطقيا حيعرف ولا ما يعرف؟ حدقت كل الازارير لحد ما القى واحد يشغلها. صح؟ لكن لما نجيب شخص مختص ونقول له وين اللي يقرب الزوم ويبعد، حيقول لك هذا، وين اللي يشغلها هذا، وين اللي يطفيها هذا، وين حق الصوت هذا. صح؟ لانه مختص. احنا متى ما عرفت المراه كيف تتعامل مع هذا الرجل بطريقته بتفكيره. الان مثلا على سبيل المثال الرجل لو قال زوجته انا بطلع وبجي متاخر، ايش تفكر المراه؟ عادي عادي عادي، والله عادي، وين مع مين؟ أيوة، وش بتسوي؟ طلعت الحقيقة. أيوة، وصور لي وارسل لي لوكيشن. لا امزح عادي، مو بهالدرجة. بس في حريم كذا يعني، احنا هم يعني البنات يمكن ردوا عليك من وجهة نظر بعض من السيدات او الزوجات. انا رديت عليك من وجهة نظر، يعني انا للأمانة اعرف بنات مشغلة لوكيشن مع زوجها 24 ساعة. ليه؟ يا لطيف، ايش عدم الثقة هذا؟ هذا شك، هو شك. وهذا حصل مع واحدة من الاخوات لما جت وكلمتني، قالت انه انا شغل لوكيشن وانا رايح وانا وانا جايه. مو صحيح. اي قلت له هذا شك، قالت لا يحبني، قلت لا لا مو بحب، لا تصير عامله كل قراده حبتها العافيه. إيه لا هذا مو حب، هذا هو شك، هو في الدرجه الاولى. لانه احنا الحمد لله في بلد امن، ما هو الى درجه انك انت تخاف عليها وين ما تكون، وفي جوال وداخل مدينتك، يعني ما هي رايحه مكان بعيد. لكن هو الشك، لكن لا يريد ان يوصلها بطريقه مباشره. فبالتالي مثل ما قلت انت قبل شوي انه تفسير الزوج، بعضهم ممكن تقول ليش انت زعلان مني؟ والله مو زعلان، بس هو فعلا الرجال يبغى يطلع برا ويسهر لحد وقت معين وبعدين يرجع، لكن تفسيراتها الخاطئه هي اللي ادت الى المشاكل. النقطه الثانيه ايضا كذلك. طيب استاذ خالد معلش اقاطعك، طب التفسيرات الخاطئه هذه ما يتحملها الرجل بتصرفاته العاديه الايام العاديه مع زوجته؟ يعني لو انت زي ما انت قلت من البدايه انه هو معطيها الامان ومعطيها الثقه، ما اتوقع في امراه بتشك في زوجها اذا هو طلع
أو إذا هو رجع أو وين رحت أو وين طلعت، إذا أعطاها الأمان والثقة. بينما لو هو أصلاً مسوي حركات، إذا دق التليفون قام يدسدس ولا، أكيد إنها هي بتشك فيه. هو لازم إحنا نعترف بحاجة معينة بالنسبة للسيدات، هي عندها الحاسة السادسة مو شغالة 100% إلا 200%. ممتاز. هي تعرف بس مسوي نفسها ما تعرف. صحيح. وهذا الصح اللي أنا دائماً أقوله في بعض الاستشارات الزوجية، إنه إذا أنت عرفتي لا تحركين ساكن لحد ما نعرف إيش راح تسوين الخطوة التالية، لأن في بعضهم تستعجل وتروح تحرك وتحرق الكرت وتخلص. بس هي لازم تمسكه بالجرم. لا لا مو تستغين كنن يعني، لا احنا نتكلم انه كيف ممكن انا اتعامل مع هذه المشكلة. طيب يعني مثلا رأى متحمسة، رأى تبغى تمسكه بالجرم. طب انت كتير بالجرم المشهود. ايش قرارك الحين؟ انا صرت الحين ايش قرارك يا رأى؟ لازم يكون عندي بلان بي ايش حاسوي. بس انت وقتها ما حتصبرين، ما حتفكرين كذا. صح عرفتي؟ ما عرفتني. صح. لا لا انا اتكلم بشكل عام مو على شخصيات معينه، يعني مثلا على سبيل المثال واحده مثلا زوجها شكت انه حيتزوج ثانيه. اي تمام. هي مثل ما قالت الاستاذه اودي انه مكالمات خارجيه ومش عارفه اتصالات واشياء معينه، خلاص اشتغلت عندها الحاسه وهي بالنسبه لها متاكده 100% انه في شيء في الخفاء قاعد يدور تحتها. هنا حيبدا شغل كونن عندها، وهذا اول خطا تسويه عملية المراقبة والترصد. ممكن بالأخير تطلع أصلاً ما له علاقة نهائياً في الموضوع ذا كله، هو في الموضوع عنده بزنس خاص ما يبغى مثلاً الزوجة تعرف، لأنه لو درت أنه طيب عنده فلوس حتخلص. أي بس بقول لك شيء، يقدر يفتح كأنه ماشي رايح الحالة يتكلم، يفتح كأنه غلطان فتح السبيكر، تسمع أنه هو في صوت رجل، وبعدين يقفل السبيكر ويرجع يكمل هو بيت. طيب ولما يكون في العمل وعنده سيدات يعمل عادي، يكون واضح معها يقول لي انا عندي في العمل سيدات يشتغلون معي. هو بالنسبه له واضح، لكن بالنسبه للسيده ما حتفكر بالطريقه هذه. احنا نعرف بس اذا هي تعرف زوجها وتثق في زوجها ما راح تشك. هو الاشكاليه انه احنا لما نتكلم عن الزعزعه هنا حتطلع مشاكل اخرى. صحيح. يعني انه احيانا في بعض السيدات مهما عطيتها من الثقه خاصه اذا انكسرت. لا لا ما اقول لك على شغله استاذ خالد، ترى حتى الرجال كثير من الرجال لما مثلا يتصل زميلها لامر معين ويخص العمل ليش يكلمك برا ساعات الدوام. صحيح. صحيح. حتى الرجل يرفض هذا الموضوع مو بس السيدة بلا شك. وعشان كذا احنا نتكلم عن الطرفين كلهم في المجمل، يعني سواء الرجل او المراه لابد انه يكون هناك سياسه واضحه من الطرفين. يعني مثلا لابد اني انا مثلا ابين لها في العمل كيف الاليه. يعني مثلا بعض الازواج يقول انا ما عندي مشكله الزوجه تعمل بس ما يكون في مكان في رجال، حيكون كذا نظريته واضح. أيوة. وبعضهم حتى ان وصلت بعض الازواج يقول يا اخي انا ما ادري ايش اسوي، انا عملي فيه مثلا خلينا نقول في الجانب الصحي موجود، لكن حيكون بالنسبه له دائما النظره عندها ايش احيانا، خاصه الغيره، وهي من احد الاسباب اللي ممكن تؤثر على استقرار الحياه الزوجيه بين الطرفين لما انتثار الغيره. وهذه حصلت كثير من المشاكل بين الازواج، انه لما يكون فيها الغيره موجوده عاليه عند بعض السيدات. اي اذا ما في غيره هي ما تحبها. لا موش دليل الحب، احيانا ممكن تكون غيره مرضيه. صح. غيره ما هي غيره طبيعيه، هي طيب. الغيره الطبيعيه موجوده عند الرجل وعند المراه على حد سواء، لكنه في بعض الغيره حتكون مرضيه. هي تسبب المشاكل وتسبب انتهاء العلاقه. لكن بشكل سريع استاذ خالد، ما ان الوقت قاعد يداهمنا، في نقطه مره مهمه انت ذكرتها، قلت اذا اكتشفت السيده خصوصا السيده، خلي الرجل نخليها ان شاء الله في حلقه اخرى، لكن اهم شيء الحين السيده، اذا اكتشفت ان الرجال اللي معاها زوجها قاعد يخونها خيانة واضحة وصريحة بأي طريقة كانت. أنت تفضلت وقلت قبل شوي كلمة، قلت إنها لا تروح تواجهها إلا لما تكون عارفة وش بتسوي. أنا ودي أسمع رأيك عشان أبغى أشوف اللي في راسي صح ولا غلط. تفضل. أولاً لابد أن نعرف إيش سبب الخيانة إذا تكلمنا عن هذا الموضوع تحديداً. نعم. خلينا أوضح نقطتين ممكن تكون للبعض أول مرة يعني يمكن يعرفها. لماذا تخون المرأة ولماذا يخون الرجل؟ أنا بسمع منكم. المرأة ما تخون. لا مو ضروري، مو ضروري. أنا عن نفسي أشوف المرأة ما تخون والرجل يخون عشان يبغى يخون. أنا أشوف لا المرأة ولا الرجل يخون، الخيانة ما لها تبرير. هي وقعت لكن لماذا؟ نعم. إحنا نبغى نعرف إيش السبب من وجهة نظرك. تقصير من الطرف الآخر يعني هذا اللي تبغى توصل له. تقصير. وأنتِ؟ ما أشوف إنه. أنا هذا إنسان خاين. إنسان بطبيعة الخلق لماذا؟ خاين. الخاين خاين. لماذا؟ الرجل يحب دائماً يحس ما وصل لمرحلة النضج اللي هو يبغى فيها استقرار وحياة مستقرة لسه. طيب خلينا بس عشان نقطة مهمة، أنه مخافة الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. صحيح. إذا انتهت هذه النقطة ما بعدها على قولتهم ما هو شيء بالنسبة لهذه، إذا ما خاف من الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر منتهي منه. الرجل عندما يخون يخون للرغبة الجسدية. نعم.
بينما إذا خانت المرأة ليس لأجل المرأة، يعني في بعض السيدات تقول أنا شكلي حلو، اللي معه ما هي زيي، أكبر صح. من ومش عارف إيه ومواصفاته ما توصل عندي نهائيا. طيب ليش؟ عشان يحس إن هو مرغوب، يعني هو عشان الرغبة الجسدية باختصار. بينما المرأة إذا خانت الزوج هي بسبب الزوج. شلون؟ بسبب زوجها. إيش السبب؟ إما بسبب الإهمال العاطفي أو العلاقة الحميمية مقصر معها، أو أنه مهمشها في حياته تماماً، ما كأنه مخلوق امرأة. يعني المرأة تخون بسبب العاطفة والرجل بسبب يخون الرجل. بسبب الزوج. بسبب الزوج لأنه مقصر معها عاطفياً. إيه؟ عاطفياً أياً كانت التقصير اللي هي بحثت عن إكماله في الطرف الآخر. لأنه في بعض الأزواج، نذكر واحدة من الأخوات تقول أصلاً ما كان يرغب بالزواج ولا يبي يعرس أصلاً، بس أهله أصروا عليه فأعرس، ولا هو أساساً يعني صاحب يعني كان لي إيه موجود، فبالتالي هو ما يبغى الزواج، لكنه فقط لأجل نقول فلان متزوج، ولا هو في الحقيقة ما هو يعني راغب في الزواج تماما، فبالتالي وقع في مثل هذه الأخطاء. طيب بس خالد، عشان سؤالي والله أنا يعني هذا السؤال أنا ودي أعرف إجابته منك. الحين عرفنا الأسباب، المرأة ليش تخون، الرجل ليش يخون، وهذه الأمور كلها، ولكن البنت أو الزوجة لما تكتشف أن زوجها خان كيف تتصرف؟ يعني هل تواجهه ولا تسكت ولا وش تسوي؟ يعني بوجهة نظرك كمستشار في العلاقات. في الحقيقة أنه في بعض الأزواج لا يصل الخيانة العظمى اللي هو العلاقة، هي فقط مجرد رسائل، مجرد كلام، مجرد يعني أبعد من كذا ما فيه، حتى ولا مقابلة. نعم. هذا واحد، وفي بعضهم لا ممكن يتمادى لأكثر من ذلك. نعم. النقطة الثالثة وهي المهمة جدا، لابد أنها ما تواجه المشكلة لوحدها، لأنها حتشتغل عندها إيش؟ دخل أهلها يعني في الموضوع. لا، هذه المصيبة الكبيرة. ليه؟ بس لأنه الله سبحانه وتعالى قال اسألوا أهل الذكر، ما قال الوالدين. هل وهذه للأسف أنا أشوفه كثير من بعض الاستشارات تقول سألت أمي وأبوي، أمك وأبوك وش درسها؟ علوم الحياة. يروحون يطقونا بيجلدونا عند بيت. أي هذا المشكلة، لكنه هل هذا أحسن ساد فيه؟ لا، هذه لو إحنا بنتكلم عنها شيء آخر، لكن لما نتكلم موجود أولاد، موجود بنات، هل هذا التصرف حيكون حقيقي ومنطقي؟ خاصة إذا ما كان عندها ملجأ أو ما عندها مثلاً. إيه يعني إحنا نتكلم بشكل عام كيف نتعامل. فبالتالي مهم جدا للجوء للأشخاص المختصين، لأن أنا كيف ممكن أتعامل معها؟ لأنه أحيانا ممكن يكون. طب ما تقدر تلجأ للأشخاص المختصين، ما عندها دخل، ما عندها ما لا عندها. مستشارين لا موجودين الحمد لله، الجمعيات الخيرية فاتحة أبوابها مجانا. يعني إحنا ما نبغى نذكر جمعيات معينة، لكنه في جمعيات فاتحة أبوابها للاستشارات أو حتى مستشارين خلينا نقول لتوعية هذه المرأة في كيفية التعامل، لأنه الإشكالية ليست هنا منتهية. ممكن أحيانا يكون عنده مرض، ممكن يكون عنده مشاكل صحية أو نفسية، فبالتالي مهم جدا الاستعانة في شخص معين حتى خلينا نقول يعلمها كيف تتعامل مع مثل هذه المشكلة. أستاذ خالد مشوح، مستشار في العلاقات الأسرية والزوجية، شكرا لك وشكرا لقبولك دعوتنا. الأمان الحديث معك لا يمل، والموضوع فعلا شائك وحساس ويمس الكثير من أفراد المجتمع. شكرا جزيلا. شكرا لكم، شكرا لكم على الاستضافة، وشكرا للمشاهدين والمشاهدات على مشاهدينا. بعد الفاصل راح نتكلم عن لحمية العين وأسبابها وأضرارها وأبرز طرق الوقاية. يعني من أهم الأشياء اللي الواحد لازم يحافظ عليها هي سلامة النظر، ودائما نقول ما في أغلى من العين. فأنا يمكن اللي يعرفوني يتابعوني يعرفون أنه أنا ما أمشي إلا بنظارة شمسية، صيف، شتاء، مغرب، عشاء، ليل، تلقيني بالنظارة الشمسية احتياط، واحدة بسيارتي واحدة بشنطتي، ضروري جدا خصوصا في فصل الصيف. طبعا كثير ناس ممكن أنهم يهملون هذا الموضوع، يهملون لبس النظارة الشمسية، ولكن ما يعرفون قد إيش ممكن عدم لبس النظارة الشمسية يأثر على عينهم وممكن أنه يسبب مشاكل، ومن أبرزها لحمية العين. كنت سمعتوا بشيء اسمه لحمية العين؟ لا، بس أنا قرأت خبر من قبل كم يوم أنه سبحان الله أحيانا ممكن تتكون زي طبقة جلدية على يعني على على العين بسبة الشمس. ما أتذكر تفاصيلها بصراحة إيش كان الخبر، بس لفتني شكل العين. أنت تلبسين نظارة شمسية؟ دائماً ضروري طول الوقت. أنا أحس إنه ضروري الواحد يلبس نظارة شمسية، يعني حتى أنا الأطفال ما أشوف. الصغار يعني إذا كان ما كنت لابسة نظارة وفي شمس ما أشوف. أنت لاحظي نفسك، حتى لو إحنا مثلاً قاعدين في الاستوديو ركزنا
شوية يعني. الإضاءة كيف ممكن تغبش معاك الدنيا وتروح وتجي. فأحس أن النظارة الشمسية مرة مهمة وضرورية وحتى للأطفال مو بس الكبار. أنا ودي يسمحوا لنا نلبس نظارة شمسية وحنا نقدم الحلقة لأنه والله لو تشوفون ما شاء الله تبارك الرحمن الكشافات في عيوننا ففعل الواحد يحتاج أنه يريح عينه. عموما خلونا نتعرف أكثر عن هذه المشكلة وأسبابها وأبرز طرق الوقاية منها. وينضم لنا في الاستوديو الدكتور محمد طه استشاري عمليات تصحيح النظر والماء الابيض والقرنيه. يا هلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا حياك الله دكتور محمد نورتنا. تفضل. يا هلا وسهلا فيك معكم. اهلا وسهلا تشرفتنا ونورتنا. في البدايه دكتور محمد يعني احنا نسمع عن اللحميه اللي نعرفها لحميه الخشم يعني صحيح. اللحميه ما ادري اذا هي لها علاقه بلحميه العين فنبي نعرف ما هي لحميه العين وين تظهر بالتحديد. طيب لحمية العين طبعا ما لها علاقة بلحمية الخشم بس نفس الاسم. أوكي. لحمية العين أحيانا يسموها الظفرة أو ظفرة العين. هي نسيج ينمو على الملتحمة. إيش الملتحمة؟ الغشاء الشفاف اللي يغطي البياض العين. بياض العين هذا نسميه الصلبة. فالملتحمة تغطي الغشاء هذا ينمو النسيج حق اللحمية هذه على الملتحمة وتدريجيا يبدأ يدخل على القرنية. فتيجي من البياض وشوية شوية تمشي على السواد. هذه هي لحمية العين. طيب دكتور هل يعني فعلا السبب الأساسي في ظهورها هو ممكن يكون الشمس وهل ممكن تكون معدية؟ طيب طبعا معدية ما هي معدية ما هي مرض معدي أبدا لكن أيوة من أهم أسبابها اللي هي أشعة الشمس أو الأشعة الفوق بنفسجية الضارة من أشعة الشمس. في أسباب ثانية الجو الحار الجفاف الغبرة الالتهابات المتكررة للعين ممكن تسوي اللحمية لكن إيه من أهم أسبابها اللي هو الأشعة الفوق بنفسجية. طيب خلينا نتكلم من إيش يتكون هذا النسيج؟ طبعاً هو خلايا الملتحمة نفسها تتغير شكلها وتبدأ المفروض هذه الخلايا ما تهاجم. يعني هي مو زوائد جلدية؟ لا ما هي ما لها علاقة بالجلد. لا هي من نفس خلايا الملتحمة تبدأ تدريجياً تمشي المفروض إنها تجلس في الملتحمة لكن لا هي تهاجر. لما توصل للقرنية. هل هي مؤلمة دكتور؟ يعني كيف الواحد يعرف انه يعني بدأ عنده اعراض لحمية العين؟ طبعا هي درجات يعني ممكن تكون في مرحلة متقدمة وتكون او في بدايتها. في بدايتها ما تكون مؤلمة عادة المريض يلاحظ يمكن حاجة بسيطة او تغير بسيط في العين بس مع الوقت ممكن تبدأ تسبب احمرار متكرر في العين، جفاف، الواحد يحس انه كأنه في اجسام غريبة في عينه. وتدريجياً خلاص يبدأ يشوفها أو يلاحظها خاصة لما تبدأ توصل للقرنية. دكتور هل تعتبر من أنواع السرطانات وتعتبر ورم حميد؟ لا ما تعتبر سرطان هي مجرد إنه خلايا الملتحمة. طيب خلايا سرطانية ما تعتبر؟ لا ما لها علاقة بالسرطان. طبعاً هو أحياناً في أنواع من السرطان تشبه اللحمية. لكن اللحمية ما هي نوع من أنواع السرطان فهذه الواحد يطمن منها يعني هي شيء شائع وإن شاء الله ما له علاقة بالسرطان. طب كيف ممكن نحمي نفسنا أو نحمي عيوننا من الإصابة طبعاً بهذا النوع من الأمراض؟ طبعاً هذا أهم شيء زي ما قلت في بداية الحلقة. ألبس نظارة الشمسية. الترطيب، التهابات الواحد يعالج التهابات المتكررة، الجفاف، إذا في غبرة والواحد حسس من الغبرة يحاول إنه ما يطلع في الغبرة كثير. لكن أهمها طبعاً اللي الواحد يقدر يسويها هي النظارة الشمسية طبعاً ولو الواحد لاحظ أي تغير في العين المفروض إنه يشوف دكتور حتى لو يطمن ويقول له والله أمورك طيبة بس إنه يفضل إنه يشوف دكتور لأنه هي في بداياتها تكون بسيطة جداً ولا يحتاج لها أصلاً أي علاج. طيب بما أنك ذكرت العلاج كيف طريقة علاجها دكتور في البداية؟ طيب عادة في البداية أحياناً ما نحتاج حتى نعالج المريض إذا ما كان عنده أعراض وكانت صغيرة لكن خلينا نقول والله المريض عنده جفاف احمرار متكرر يبدأ نعالجها بالقطرات الترطيب مراهم الترطيب القطرات اللي تخفف تهيج العين لكن أحيانا إذا وصلت لمرحلة مثلا القطرات ما صارت تفيد أو طبعا زيكم مثلا مذيعات تطلع كل يوم في التلفزيون حتى لو كان شيء بسيط ما تبغوا أنتوا الشكل مثلا هذا فمن أسباب أنه نسوي العملية أنه نزيلها التجميل الشكل تمام. بالإضافة للأعراض وأهم شيء إذا بدأت تهاجر للقرنية وقاعدة تمدد إنه لو وصلت للبؤبؤ أو مركز الواحد ما يشوف الفتحة اللي يشوف منها حتى لو شلناها بعدين تبقى عتامة خفيفة فما نفضل إنها تتمدد خاص ونس إنها بدأت تتمدد الأفضل إنه نشيلها جراحيا. طيب دكتور نسمع كثير إنه كحل الأسمد الأصلي يعالج أمراض العين
هل هذا الشيء صحيح ولا لا؟ أنا ما أحب أدخل في الطب الشعبي، يعني ما عندي خبرة فيه، وما في دراسات تثبت أنه يعالج، فأنا ما أعرف أنها تعالج. وأنا أفضل دائماً إذا حنعالج شيء في العين نستخدم الأشياء يعني المثبتة علمياً اللي تعالج العين. في نقطة بس مهمة بقولها بالنسبة للجراحة، كثير ناس يحسبوا أنه مجرد إزالتها كافي، حتى في بعض الدكاترة للأسف بس يشيلوها. إذا بس شلناها وما سوينا ولا شيء، سبنا مكانها فاضي، نسبة كبيرة راح ترجع مرة ثانية. طب إيش الشيء اللي لازم نسويه؟ اللي لازم نسويه اللي هي نشيلها، وبعدين الملتحمة اللي قلنا عليها هذه نجيب جزء من فوق أو من جنبها ونغطي المنطقة اللي شلنا منها الملتحمة. هذا الشيء يقلل يعني بدرجة كبيرة نسبة رجوعها مرة ثانية. أكيد نشكر تواجدك اليوم دكتور، وحقيقة يعني ذكرت بعض المعلومات الكثير مهمة. ربما الكثير يعاني من الجفاف ويأخذ الموضوع ببساطة، لكن إذا هي راح تأثر على شكل العين خارجيا ربما نكون أكثر حرص أنه إحنا دائما نحافظ على النظارة الشمسية وترطيب العين. شكرا لك. صحيح، أهلا وسهلا، حياكم. أهلا وسهلا. مشاهدينا بعد الفاصل حنتكلم عن سبب زيادة وزن الرجال بعد الزواج، وكيف تستعيد المرأة رشاقتها بعد الولادة. طبعا ما في سيدة إلا وتشتكي من التغيرات اللي ممكن تصيب جسمها خصوصا بعد الحمل والولادة. للأسف أنه الأغلب إيش يسوي؟ يضطر مثلا يروح يشد أو يروح ينحت أو حتى يستخدم إبر تنحيف، بما أنها هي كمان سايرة ترند. وإذا مرة 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 خلاص ما عاد فيه حلول، إيش بك يا مها حايسة؟ مها إيش فيكي؟ أنا ما أحب هذه المواضيع توترني. طيب. هذه المواضيع توترني يا رأى، وتوتر كل البنات أتوقع، يعني لأن إحنا بعد يهمنا شكلنا. أيوة. سواء أم ولا بنت ولا بعد ولادة ولا بعد حمل ولا بعد زواج ولا قبل، يعني. طب هي لازم تستوعب إنه عادي جسمها يتغير. هي هو لازم تستوعب، بس لازم تستوعب بعد كيف جسمها يتقبل إنه يعني كيف تقدر تحافظ عليه. يعني في ناس صح ممكن تمشي صح معاهم، يمشي معاهم دايت معين. في ناس، فقولي لنا وش عندك يا رؤى. أنا أقول لك وش مواضيعك اللي اليوم اللي حساسة كلها. يا أختي أنا اليوم مو اليوم على فكرة، أنا مؤخرا عجبتني أغلب المواضيع، يعني جاية كذا على مزاجي. عموما كمان لو نبغى نتكلم على مشكلة الوزن وزيادته، بتكون متلازمة أكثر للشباب، خاصة لما نتكلم على الرجال بعد الزواج. الشيء الملحوظ إنه الرجال بيزيد وزنهم وبيسمنوا. ما نعرف إيش حقيقة الارتباط ما بين زيادة الوزن والزواج بالنسبة للرجال. أكيد في أسباب وفي تأثيرات مختلفة، خصوصاً لما نتكلم عن تغير نمط الحياة والروتين الجديد على زيادة الوزن لدى الرجال. تفاصيل كثير رح نتكلم عنها مع ضيفنا عبر سكايب الدكتور عمار تونكل، طبيب نمط حياة. أهلا وسهلا بك دكتور عمار، وأهلا وسهلا بك مرة ثانية. طيب، في دراسة تقول أنه فعلاً يعني في تأثير واضح أنه الرجال بعد زواجهم بيزيد وزنهم. إيش يعني لو نبغى نعرف إيش هو تعليقك على هذه الدراسة؟ طيب، أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للدراسة اللي ظهرت، هي دراسة أجرت في الصين، ما تعتبر الأول من أولى من نوعها في ارتباط الزواج بزيادة الوزن أو السمنة. لكن الجميل أو الجديد في هذه الدراسة إنها خصصت إنه زيادة الوزن أو فرصة زيادة الوزن في هذه العينة في الدراسة في الصين كانت لدى الرجال وليست لدى النساء. يعني لقوا أنه تقريباً 5% من الرجال ممكن يزيد وزنهم ما بعد الزواج، وتقريباً 2.5% منهم يوصل لمرحلة السمنة خلال 5 سنوات الأولى ما بعد الزواج، بينما المرأة في عينة الدراسة هذه طبعاً ما كان في زيادة ملحوظة في أوزانهم. لكن طبعاً في دراسات قبلها، يعني في دراسات جاءت مثلاً ظهرت في السعودية مع 2019-2023، بيّنت أنه في عينة الدراسة الناس تقريباً اللي أوزانهم طبيعية كان أغلبهم غير متزوجين، أما الناس اللي أوزانهم مرتفعة أو أوزانهم وصلت لمرحلة السمنة فكان تقريباً 35-40% منهم من فئة المتزوجين. يعني ما يستفاد من القصة لا تتزوجون ترى بتصيرون سمان، إذا تزوجتوا بتسمنون، هذا اللي فهمته من كلامك دكتور.
والله احنا ممكن نقول نعم انه الزواج نعتبره عامل خطورة لزيادة الوزن في المجتمعات العربية خصوصا يعني. طيب ليه يعني او كيف خلنا نقول مو ليه كيف يؤثر الزواج او ما علاقة الزواج والارتباط بزيادة الوزن سواء عند الرجال او حتى عند النساء دكتور؟ احنا نقول فيه ثلاثة عوامل اساسية. العامل الاول المعروف اللي هو الثقافة المجتمعية، لما نتكلم خصوصا احنا نتكلم على الرجال، فدائما نشوف انه ما بعد الزواج لما المرأة علامة اعتنائها بزوجها في مجتمعيا انه لو زاد وزنه توكل، فلو شاف انه حشب بطه مو دكتور ولا تلقاها توكل يا دكتور عشان بس ما يناظرونا الحريم الثاني، اعرف هذه الحركات انا، خليه يسمن عشان ما يناظرونا. صحيح، فتجنب للنقد فتبدأ يعني تزيد كمية الأكل لدى الرجل، وأيضا يميلوا إلى أنهم يقللوا نشاطهم البدني، حتى أنه تظهر الصورة العامة أن وزن ما قبل الزواج أو ما بعد الزواج كان أفضل، فبالتالي أن أنا بعتني فيه وبطبخ له يعني، وهذه علامة خلينا نقول نجاح الحياة الزوجية. وللأسف هاي ثقافة نعتبرها خاطئة وثقافة بالحاجة للتغيير، فهذا العامل الأول نتكلم عنه. طيب دكتور عمار، النصائح الغذائية والرياضية الفعالة للتحكم في وزن الرجل بعد الزواج؟ أول شيء لابد نغير الثقافة، يعني لابد نعرف أنه إرضاء الزوجة لا يكون أنه لابد أن احنا نخلص الطبق كامل. ثانياً لابد أن يكون في تفاهم، يعني أذكر مثلاً للزوجة أنه يكون ترى لو كانت هي المهتمة بالطبخ أنه لا تكثر الكمية، تعرف الكمية اللي أنا أحتاجها من البروتين من الكربوهيدرات ومن الدهون. طبعاً التوصية دي لو الوصاية بأن واحد يتوصى شويتين، ولابد كل يوم مسوي حالة جديدة، كل يوم معجنات جديدة، وماخذ الزوج كتجربة حتى أنه تتفنن في أمور الطبخ. هذه كلها من العادات اللي لابد أن تتغير حتى تعين الزوجين على الاهتمام بوزنهم واهتمام بصحتهم. طيب دحين نجي للسيدات اللي بطبيعة الحال ممكن جسمها يتغير ووزنها يزيد بسبب يعني الحمل والولادة، هنا نبغى نتكلم يعني زي ما الرجل هو قاعد بيزيد وزنه بسبب تغير نمط الحياة وطريقة الأكل ويعني الاهتمام الزايد بما يخص طبعا معدة الرجل، كمان الزوجة ممكن يتغير جسمها بسبب الولادة، لكن هنا كيف ممكن السيدة إن هي ثاني مرة تحافظ على وزنها قبل الحمل والولادة؟ كيف تحافظ على رشاقتها على جسمها؟ فالرسالة العامة إنه ضروري إنه المرأة ما قبل الزواج وقبل الارتباط أو قبل إنها تفكر في الحمل إنها تهتم بأن يكون وزنها في الوزن المثالي، يعني لا نبتعد عن أن يكون وزنها عندها النحافة الزائدة، ونقبل علاقتهم الزيادة البسيطة لكن ما تكون عندها السمنة. وإذا كان في تخطيط للحمل مفترض أن يكون هذه ضمن الخطة، ولابد أن احنا نتوقع أنه يكون هناك زيادة في الوزن أثناء الحمل، ضروري جدا وطبيعي جدا يكون في زيادة، أخيرا يقول ما بين تتراوح ما بين 7 إلى 20 كيلو على حسب وزن المرأة ما قبل الحمل، على حسب التغيرات الفسيولوجية اللي بتحدث داخل جسمها، وعلى حسب إذا كانت مثلا حامل في طفل واحد أو حاملة في توأم. فالزيادة هذه طبيعية والمفترض أنها ما تصيب المرأة بالذعر، ومن أفضل الطرق لخسارة الوزن والحفاظ على الوزن ما بعد الولادة اللي هي الرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية أثبتت دراسات كثيرة أنها تساعد في خسارة الوزن خلال 6 شهور، يعني كل الوزن اللي زاد في الحمل المفترض خلال 6 شهور الأولى المرأة مع الرضاعة الطبيعية مع العودة للحركة مع العودة لنمط حياتها وتغذيتها ما قبل الولادة، التغذية الصحية احنا نتكلم، انه يعود وزنها الوزن الطبيعي خلال 6 شهور الأولى. غالبا دكتور لما نشوف كابلز ولا نشوف زوجين يكونون كلهم الاثنين هيلثي وصحيين ونادي واكل صحي، ولا الاثنين كلهم اوفر ويت وكلهم عندهم وزن زائد واكلهم او طبيعة حياتهم غير صحية؟ الطريقة الصحيحة انه احنا اليوم نوصل هذه الرسالة بحيث انه يكونون يعني عون البعض في خلينا نقول الحفاظ على نمط حياة صحي ورياضة واكل صحي. شلون تقدر المرأة انها تساعد زوجها، والزوج كيف يقدر يساعد زوجته في الحفاظ على نمط حياة صحي؟ اول شيء نبدا نتكلم بالدراسات، فالدراسات بتقول اذا كان
الزوج أو الزوجة متزوجين لشخص أو شريك حياة مصاب بارتزادة الوزن والسمنة، فهذا تقريبا بيزيد نسبة حدوث السمنة عند الطرف الآخر إلى الضعف تقريبا. فهذا السبب إحنا نقول إنه المفترض إنه نزيد ثقافتنا التغذوية. يعني ما ينفع إنه أنا كزوج أو زوجة ما أعرف الكمية اللي تناسبني من الأكل، ما ينفع إن أنا أجي أقول خلاص إن أنا ما قبل الزواج كان وزني ممتاز، الآن بعد الزواج مو ضروري إن أرضي أحد أو أغير جسمي عشان خاطر أحد. بالعكس، واحدة من العلامات الاستمرار السعادة الزوجية إنه الزوجين يكونوا بصحة، يكون من ضمن هذه الصحة إنه يكون عندهم صحة في وزن مثالي. أيضا العادات الصحية هذه بتأثر على المزاج والنفسية. يعني كثرة الأكل أو خصوصا أكل السكريات، الأكل العالي في السعرات، الأكل الفقير بالقيم الغذائية بيأثر على نفسية الزوج أو الزوجة، وبالتالي ممكن تكون سبب في نشوء المشكلات الزوجية. أحيانا اختلاف الثقافة التغذوية، مثلا المرأة بتثقف نفسها أو الرجل بيثقف نفسه، ولا آخر ما بيثقف نفسه وما يسعى لهذا الشيء، بس يدور وراء المتعة وأنه الأكل يكون يعني بحسب ما هو تعود عليه. هذه كلها من العوامل اللي تصعب الحفاظ على الوزن. لذلك ضروري جدا انه نسعى لتحسين هذه الثقافه ونسعى للتفاهم ما بين الزوجين، حتى انه فعلا يعينوا بعض على الحفاظ على وزنهم ووزن ابنائهم واطفالهم بعد الزواج ان شاء الله. جميل دكتور، احنا كمجتمع عربي بشكل عام ومجتمع خليجي بشكل خاص، المراه بعد الولاده ما تتحرك من فراشها لمده 40 يوم، هل هذا الشيء يعتبر صحي ولا لا؟ وإذا مو صحي متى المرأة ممكن أنها تبدأ تتمرن أشياء خفيفة في أثناء فترة نفاسها؟ نقول لو كان الولادة أو الحمل ما كان فيه خطورة أو مضاعفات، الولادة ما كان فيها خطورة أو مضاعفات، فتقدر تمارس الرياضة المعتادة عليها بعد الولادة بأيام. يعني مو ضروري تستنى 40 يوم، ثقافة انتظر 40 يوم هذه ابدا ما هي موجودة في اي توصيات طبية الا لو كان في عامل طبي. فالمفترض انها لو كانت مثلا تمارس رياضة، مثلا خلينا نقول لياقة بدنية او مقاومة او غيرها، ممكن ترجع بعد 3-4-5 ايام لممارسة هذا النوع من الرياضة. طبعا احنا ننصح العودة تدريجية، يعني حتى اثناء الحمل اذا كان الحمل ما يعتبر خطير، فالمرأة لها أنها تكمل على الرياضة طبعاً بعد استشارة طبيبها. فثقافة أنه أنا حامل مفروض ما أتحرك، ثقافة أنه أنا حامل مفروض أنه أنا ما أسوي رياضة، ثقافة أنه أنا دوبي والدة مفترض أنه أنا ما أتحرك أو ما أسوي رياضة، فهذه ثقافة للأسف خاطئة ولا أساس طبي لها. بالعكس، إحنا بنحفز النساء على ممارسة الرياضة أثناء الحمل إذا ما كان في خطورة على الجنين، وأيضاً ممارسة الرياضة بعد الولادة مباشرة والعودة للحياة الطبيعية وممارسة الرياضة بعد الولادة مباشرة. دكتور عمار تنكر طبيب نمط الحياة، يعطيك العافية وشكرا لك ولتواجدك اليوم معنا. مشاهدينا من بعد الفاصل في قول رأيك، هل أنت مع أم ضد الزواج من الأقارب؟ في دراسة قرأتها قبل كم يوم تقول أنه 56% من المتزوجين لا يفضلون الزواج من الأقارب. أول شيء ببدأ معاكم، إيش رأيكم؟ مع أو ضد؟ 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 ضد. أوكي، ما أعرف، أنا أحس قرايبي كأنهم إخواني، يعني صعبة ما... أيوة، يعني أولاد خالاتي، عماني، يعني إحنا متربيين مع بعض وقريبين مرة لدرجة إنه ما في مشاعر إلا مشاعر أخوة بيناتنا، فما هي راكبة. أحس بعدين حتى المشاعر، يعني لو بنحسبها مثلا اخذتي ولد عمك وطقيته، أيوه. ابوك وابوه بيطقون، خليته الاخوان يطقون، اخذتي ولد خالتك نفس الشيء، صارت مشاكل يتدخلون. يعني انت يعني بدل ما المشكله تصير بسيطه، شفتي ولدك ما ادري وش سوى، شفتي بنتك ما هي ما ادري ايش، شفتي صح. ليش انا يتقاطعوا. هذا شيء غير طبعا الاسباب الطبيه والأمراض الوراثية اللي كثير ما نسمع فيها تكون بسبب زواج الأقارب والأطفال اللي يجون عندهم مشاكل في الجينات ومشاكل هذه كلها بسبب زواج الأقارب من الدرجة الأولى طبعاً، اللي هم عيال العم عيال خالة كذا. ففي أسباب كثيرة تخلي الواحد يبعد، يعني الواحد يشتري ابعد عن الشر وغني له، يعني الواحد يفكر مليون مرة. لا مو غني له، وقني له
وقني له، يعني خلي بينك وبين قناة. ترى هذه من الأمثال المغلوطة، الناس يقولون لا تغني، ليش غني للشر؟ ليش ابعد عن الشر وغني له؟ قني له، قني له يا أودي. بعدين نتهاوش في هذا الموضوع، خلي من الفاصل. طيب خلينا نشوف زميلنا مباك الكويكبي اللي سأل الناس في هذه الفقرة، هل أنتم مع أو ضد الزواج من الأقارب؟ نسمع الأبرز الأجوبة ونرجع لكم. حياكم الله مشاهدينا من جديد في فقرة قول رأيك. سألنا اليوم راح نناقش دراسة أن 56% من الشباب السعوديين لا يفضلون زواج الأقارب. خلينا نشوف مع بعض اليوم أبرز الإجابات. والله أنا ضد. ليش؟ لأن زواج الأقارب أساس الحياة، ونفس مع زواج الأقارب. إيه مع أوكي. فالأولاد يكونون لهم علاقتهم تكون قوية مع الأقارب زي كذا الأفضل، لأن الخارج بيكون فيه تحفظات. أنت مع زواج الأقارب؟ نعم أنا مع، لأني أنا كمان متزوج من الأقارب، وبالعكس زواج الأقارب حلو، قرب الأخوة والأخوات، يعني يكونون مع بعض على طول. فلما أحد يتزوج من بعيد مثلا حتى أولاده يكونوا متغربين عنه أكثر، مضطرين للعياد يوديهم مدري وين. صح، الأقارب أفضل أكيد. لا مع، مع زواج الأقارب. إيه ليش؟ يعني مهم مع زواج الأقارب، الأفضل يعني الابتعاد شوية، الأفضل أنك تطلع برا العائلة. نعم يعني مو مع زواج الأقارب. إيه هو كذا وكذا، أنا جربتها كذا وكذا. أنت جربت زواج أقارب؟ جربت زواج أقارب. جربت برا العائلة؟ لا، وجربت زواج أقارب ثاني مرة. مرتين؟ أيوة. طيب تقييمك الموضوع إيه أو لا؟ كذا وكذا أقول لك. يعني ما تعز كذا وكذا، يعني مو مرة. أيوة الله يعافيك. والله أنا أشوف إنه أول شيء الزواج قسم ونصيب، واللهم لك الحمد، يعني إحنا في هالبلد نعتبر على قولتهم لحمة واحدة وعائلة واحدة. ولكن من وجهة نظري الخاصة أنا أقول إن الواحد، بتكلم بشكل شفاف، يقول خلك بعيد حبك يزيد. دائما أقول الفترة الأخيرة صار في موضوع الزواج هذا موضوع خطير جدا، وصار في عدم تحمل المسؤولية سواء من الزوج أو الزوجة. فلما ينفصل الواحد من عائلة بعيدة يكون نصيب وانقطع، ولكن لما يكون من الأقارب ومن الأشخاص المقربين يترتب على ذلك بعض العداوات والمشاكل اللي ممكن تستمر طول الحياة، وممكن أيضا يعني يقحمون أشخاص ثانيين في نفس مصيبتهم ومشكلتهم. والله مع زواج الأقارب، لأن عندنا يعني بالنسبة لقبيلتنا حن صعب الواحد يطلع من ثوبه، وإذا طلع من ثوبه غالبا يكون فيه أضرار، فهمت؟ أضرار داخلية، خلافات رأي، تكون فيه أضرار داخلية وخارجية برضو، يعني هناك وعند القبيلة الثانية وبرضو عند الأهل. يعني فأسلم لا يأخذ من نفسه، فأسلم لا يأخذ من ثوبه، يعني ما يطلع من ثوبه. أنا صراحة أني ما أفضل جدا. ليش؟ عشان مشاكل عائلية تحصل بين المشاكل، وإذا صارت مشاكل عائلية يصير في فراق بين العائلة والأهل، فهمت؟ يصير يعني خلاص، خلاص ما تقدر تشوف أهلك ولا شيء، فهمت؟ تروح عليك، تروح عليك خلاص. استغربت كثير من الشباب قاعدين يقولون إنه بالعكس أفضل شيء زوج الأقارب عشان نقرب العيال من بعض ونقرب الدنيا. وش دخل؟ أنت بتكون لك أسرة لحالك حياتها بحلوة بمرها، ليش تحب إن أنت؟ وإذا وقت الأعياد عيد عند أهل الزوجة وعند أهل الزوج، إيش المشكلة؟ هو في النهاية أنا أحس يعني أرى، ويعني في 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 عوائل أو في أشخاص أو في سيدات وفي شباب يفضلون هذا الشيء، بس أنا يعني لو سألت عن رأيي أنا الشخصي ما قلت لكم رأيي. أنا ما أحس إنه هذا الشيء جيد اجتماعيا ومشاكليا وصحيا للأطفال، ويعني من نواحي كثير. يعني حلو إن الواحد يعني ينوع في كذا وكذا. والله وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يعني فالواحد حلنا يحسن النسل، يعني من صح التعبير. شايفين فاصل قصير ونرجع.
ما في شك انه حنا معروف عننا انه حنا هالكرم وهالجود وهالضيافة وهذه الامور كلها. في بادرة رائعة قام فيها رجل سعودي من 7 سنوات والى اليوم، حيث يؤمن مبيت مجاني للسائح الاجنبي وايضا ابن الوطن والقادمين لمنطقة تبوك، وهذا الشيء غير مستغرب من الشعب السعودي والمعروف بالكرم والضيافة. زميلنا فهد الحمود نقل لنا تفاصيل هذه البادرة الجميلة، خلونا نشوف. تتسع الصدور قبل المجالس، يطبق هذه المقولة صاحب المضيف الذي يفتح أبوابه للمسافر طوال العام ويكتظ في فصل الشتاء. جانا آخر رحالة هو الروسي وزوجته، جونا من دولة باكستان، جونا من عمان، جونا من البحرين، جونا زوار بمفرده يعني من عمان، من نجوم بايكرز، من باكستان، رحال مفرد، من مجموعة رحالين من دولة باكستان. مضيف على الطريقة السعودية وسبعة أسرة، اتساع المبيت بساحة داخلية مخصصة لوقوف الدراجات النارية. والحمد لله المملكة برؤية سيدي خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان أصبح يجونا زوار كثير، وأصبح المكان هنا متعارف عليه بالعرف، ونقول الله يحيي الجميع ويا هلا ويا مرحبا، وننقل لهم عاداتنا، والضيف ما نسأله 3 أيام مش حاجتك. يتواصل السائح مع صاحب المضيف من خلال عنوانه في أحد التطبيقات لتسجيل معلوماته لديه. الحمد لله حنا زارنا في المكان هذا الكثير، وأبشرك عنواننا أن المملكة العربية السعودية هي قبيلتنا، ومكة هي قبلتنا، والزائر الأجنبي والله ما أنحسس لأن أخوة لنا، ونهدي لهم هدايا رمزية وانطباعات مبشرة عن المملكة العربية السعودية شيء جميل. ومقولتنا للأجنبي عندما يجينا هنا والله إني نقول له انقل عن المملكة العربية السعودية، ما تراه لا ما تسمعه. من أرجاء العالم يبيتون في مضيف غريب الذي أسسه على الكرم، فاتحا لهم نافذة بسيطة على وطن عظيم. لقناة روتانا خليجية فهد الحمود، تبوك. وبهذا التقرير وصلنا للختام، لكن انتظرونا بكرة في نفس الموعد. في أمان الله.